في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة لتعزيز قدرات الشباب وتطوير آليات إدارة الحالة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، تم تنظيم المعسكر التدريبي الأول بين المؤسستين، وانطلق المعسكر في 3 أكتوبر بمشاركة 120 شابا من فرق عمل المؤسستين. جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتأهيل الكوادر الشبابية والمتطوعين، حيث نظمت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة معسكرا تدريبيا لتعزيز قدرات الشباب وتطوير آليات إدارة الحالة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وطبعا تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، قامت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة بإطلاق المعسكر التدريبي الأول لإدارة الحالة، وده بهدف تعزيز قدرات الشباب ورفع كفاءتهم في كافة محافظات الجمهورية على إدارة الحالة وكيفية تطبيق المعايير لاستحقاق الحالة. فعليا النهاردة هو معسكر مشترك بين مؤسسة صناع الحياة مصر ومؤسسة حياة كريمة، مؤسستين في التحالف الوطني. الهدف الأكبر من المعسكر إن احنا نعمل عملية تبادل خبرات في ملف إدارة الحالات بين المؤسستين. بيحضر المعسكر 150 متطوع ما بين حياة كريمة وصناع الحياة، بنشتغل مع الناس على مساحات تقنية في إدارة الحالات ومنهجيات إدارة الحالات والاستمارات اللي بنشتغل بيها، وبنوحد الأهداف كمان اللي احنا نتحرك بيها كمؤسستين خلال الفترة الجاية إن شاء الله. والمعسكر بيضم حوالي 120 متطوع ما بين متطوعين مؤسسة حياة كريمة وصناع الحياة، والفكرة أنه على مدار الثلاث أيام المتطوعين كانوا يتعرضوا لمجموعة مختلفة من البرامج التدريبية متمثلة في محاضرات وكمان في أنشطة عملية يقدروا ومحاكاة يقدروا من خلالها يتعرفوا على موضوع إدارة الحالة. يهدف المعسكر لطرح تصور مختلف وتشاركي لإدارة الحالة وضمان تقديم الدعم المناسب والمستدام لكي يصل هذا النموذج لكافة المواطنين المحتاجين في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية. الورشة النهاردة كلها كانت هي عبارة عن ورشة تفاعلية، هي كلها ما فيش حاجة نظرية، هي عامة بيبقى فيه زي تفاعل، ازاي يتفاعل مع الحالة نفسها، ازاي يقدر يرصد الحالة نفسها من تقييم البحث نفسه في الأول خالص عشان يقدر يوصل لأكثر عدد مستفيدين أو الأكثر استحقاقا للحالة نفسها. احنا النهاردة جايين بين مؤسسة حياة كريمة وصناع حياة، ازاي نترابط بين المؤسستين في العمل التطوعي، وان احنا ازاي هندرب متطوع ناجح متمكن انه يقدر يتعامل مع الحالة بشكل كويس جدا بشكل متمكن. احنا موجودين النهارده تدربنا على المعايير العلميه السليمه، ان احنا ازاي نعمل بحث حاله، ازاي ننزل الحاله كبحث ميداني، نترك الابواب، ازاي نعرف بيانات، نجمع اكبر بيانات داخل بحث الحاله. كمان اتدربنا عن ازاي ان انا ادير متطوعين وازاي ادرب المتطوعين انهم يتعاملوا مع الحالات وبحوث الحاله. يعد هذا المعسكر خطوه مهمه نحو تعزيز قدرات الشباب في اداره الحالات الاجتماعيه وتطوير حلول مبتكره تتناسب مع مختلف الاحتياجات المجتمعيه، وذلك تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.